السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبنا لكم طاجين دجاج بالجبن بالزيتون، يجي خفيف سهل، ثم نوجده يجي روعة شكلا ومذاقا. نقول لكم لأول مرة يزور القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش الضغط على زر لايك. ونقول لكم الآن ما تنسونيش بصالح الدعاء وصحة رمضانكم. إذا نحتاج هذه المقادير، إذا نحتاج هنايا معدنوس، توابل الدجاج، فلفل الكحل، ملعقة طماطم صبرا، إذا جزر قطعناه دوائر، زيتون كنا نحينا له الملح، ملح، ما ننساش البصل، وأن ورقات رند، زعترة، ورأس الحانوت. إذا حنجيب المخلاة نحطو فيها البصل والزيت ورقات رند والزعترة. إذا نحطها فوق النار تتقلى مع الدجاج، أنا العظمة تاع الصدر تاع الدجاج اللي حينا الدجاج نحتاجو فيه من بعد الرولي. إذا العظمة نحطوها باش تطلق لنا البنة فقط تاع الدجاج، أيضا ونمرقوها. هنا عندنا أن صدر دجاج ملحي، البصل، معدنوس، ملح، إذا فلفل كحل، توابل الدجاج، إذا جبن، لاشابلور خبز ملحي. وإذا نبداو نوجدو وشوية زيت، ما نساوش الزيت، نحط شوية معدنوس، إذا قلت البصل، نزيدو مع البصل الثوم، إذا ثوم مرحية بودرة، قلت راس الحانوت، إذا توابل الدجاج، فلفل الكحل. إذا اللي ما عندش ثوم هنايا مرحية يقدر يدير الثوم العادية يرحيها. وإذا الملح حسب الكمية تاع الدجاج اللي عندنا. إذا ونزيد لاشابلوغ، أنا هنا 3 مغارف معمرين نديروهم. إذا لاشابلوغ نعجن، وما ننساش أن الزيت، إذا حوالي ملعقتين زيت، ونعجن جيدا أن الخبزة تاعنا أو الحشو تاعنا نعجنو جيدا حتى ندخلو كل المكونات فيما بينها. إذا قلت حطينا دجاج، ثوم، أنا كانت عندي ثوم بودرة، نتوما اللي ما عندوش ثوم بودرة يدير ثوم في صوص ملحية، البصل، إذا من الأحسن نستعملو البصل يكون مكرفج، البصل هذيك الحبة، إذا من الأحسن نستعملوه. إذا قلت لاشابلوغ، وإذا توابل الدجاج عم يتباعو في المحلات، وقلت إذا راس الحانوت وفلفل الكحل. قلت نعجن جيدا كما تشاهدو، ونجيب أن بلاستيك أن غذائي، ونفرشو حسب أن بهذا الشكل، ناخذ قطعة منه فقط باش نحطو الخليط تاعنا، وإذا بهذا الشكل نخبزو بهذا الشكل، شوفو نديرو على شكل مستطيل. قلت لكم أن البصل من الأحسن استعملوا البصل أن الحبة، ماشي البصل طويل، أنا كان ما عنديش البصل تاع الحبة، استعملت مباشرة البصلة طويلة، إلا أنه أحسن يكون البصل أن مكرفج خاشن. شوف بهذا الشكل نحطو الجبن، وإذا نديرو حربوش على شكل حربوش، شوف بهذا الشكل هاوليك، يعني عملية بسيطة جدا. نغلق، نزيد فقط نحرك البلاستيك هذاك الغذائي وهو يتلوى وحده. لما نشوف أن جمعته نحاول من الجوانب نغلق عليه كأنه تاع الكاشير أو الجبن يعني. بعد ما نغلق عليه حنجيب كيس بلاستيكي آخر باش نضمن أنه راهو أن محكم إغلاق. بعد ذلك نجيبو الألمنيوم، لازم الألمنيوم ما يلمش الغذاء تاعنا، نعرفو بلي ماهوش يعني صالح باش يمس الغذاء تاعنا مباشرة. ونحطها في كسكاس يفور حوالي 20 دقيقة في الكسكاس، ربع ساعة حتى 20 دقيقة. هنا بعد ما فارنا شوفو مباشرة نفتح، هاك تشوفو الشكل تاعو طايب ما شاء الله. إذا نحطو في المقلاة نحط فيها مغرف صغيرة، إذا زبدة وشوية زيت، ونقلي حتى يتحمر لنا يعني الرولي تاعنا تاع الدجاج.
إذن هاي المقلاه نحط فيها قلت ملعقه صغيره زبده و شويه زيت ونحطها في المقلاه يتحمر لنا. اذا بعد ما يتحمر لنا هنايا شوفوا اذا حمروا جيدا كامل كل الجوانب كما تشاهدوا. بعد ما يتحمر حنرجعوا يعني في المرقه تاعنا اذا حنرجعوا في المرقه باش يتشرب لنا شويه حتى تتشرب تتجمر المرقه هذه ونحطوه على طاوله التقديم. اذا شفتوا هنايا فقط نرمل شويه فقط لاص هذه وخليه يتشرب وتعقد لنا لاصوص تاعنا. هنا بعد ما تشرب لنا كامل لاصوص عقدت اني مباشره نقطع فيه وسخون. شوفوا ان ما يتفتت ولا اي شيء قاعد شاد روحه يعني ما شاء الله. شوف اذا انا بهذا الشكل جانا ان رولي بصدر فقط دجاجه صغيره. اذا جاء ما شاء الله رولي طبق اذا شهي طبق يعني تحفه. اذا بعد ما قطعناه حنجيبو الزيتون تاعنا ونحطوه على الجوانب تاع الصحن ونزينوه بالمعدلوس ونقول لكم هنا صح فطوركم بالصحه ولهنا للجميع. وان شاء الله يكون طبق يعجبكم طبق سهل وبنين يعني يجي ثمثم نوجدوه ما يشدناش وقت كبير والشكل تاعو ما يطلبناش ان يعني لحوم كميه كبيره او دجاج بكميه كبيره. قلت صدر دجاج صغير او نص صدر دجاج كبير اذا يفي به الغرض ويجينا طبق يعني يعمر العين يعني ما شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ما تنساوناش بالدعاء او ما تنساوش ان قراءة القرآن والاذكار ودمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر دمتم امنين في رعاية الله وحفظه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.